مندوبا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان معرض لمنتجات الجمعيات الخيرية ومشاريع الأسر المنتجة اللي نظمت الوزارة في قاعة جاليري عمان بأمانة عمان، بهدف التنمية ما بين الجمعيات الخيرية والحكومة، ويعتبر فرصة للأسر والجمعيات لوضع مشاريع إنتاجية وتحقيق فرص عمل وتبرز قدرة المواطن الأردني على الإنتاج. احنا في وزارة التنمية الاجتماعية اقترحنا عرض هذا البازار لعدد من الأسر المنتجة والجمعيات التي تتعامل مع برنامج تعزيز الإنتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية، حتى نرسل رسالة قوية بأن المشاريع تعزيز الإنتاجية وإن كانت يتم تمويلها بمبالغ قد تعتبر للبعض بسيطة من 1,000 لـ3,000 أو 5,000 دينار، إلا أن هذه المشاريع هي فرصة للأسر وللجمعيات لوضع مشاريع إنتاجية وأيضا تحقيق فرص عمل. المواطن أو الأسرة الفقيرة بإمكانها التقدم إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على قرض ضمن شروط معينة ومن ثم القيام بمشروع إنتاجي. تجسد هذه المعارض الإنتاجية البناء والعطاء، وتكمن أهمية هذه المشاريع الفعالة في الحد من الفقر والبطالة، وتساهم في تحسين مستوى معيشة سكان المجتمعات المحلية. حقيقة هذا البازار يأتي ضمن واحدة من جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر والحد من البطالة اللي بيعانيها مجتمعنا بشكل كبير. كوزارة بنمول مشاريع أسر منتجة ومشاريع جمعيات على حد سواء لتمكين الأسر وتعزيز ثقافة الإنتاج والاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على الغير، بالمقابل تمكين الجمعيات لتكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فئاتها المستهدفة. من خلال نشاطات المتابعة اللاحقة احنا بنتابع المشاريع وبنشوف وين في أماكن للتدخل من خلال كوزارة نعمل عليها حتى نزيد من عمليات التسويق ومن عمليات العائد أو الإيراد للجمعيات وللأسر، حتى نساهم في زيادة مستوى المعيشة لهذه الأسر. بشمل المعرض 60 جمعية اللي بقدموا منتجات حرفية يدوية تقليدية وعصرية، من الملابس والمأكولات والمواد التموينية والإكسسوارات المتنوعة وأدوات الزينة والمطرزات وغيرها. عرضنا خل التفاح الطبيعي، مربى التفاح الطبيعي، الصابون البلدي 100% زيت الزيتون، مصنوع من زيت الزيتون على الطريق الباردة، الرسم على الزجاج والرسم على اللوحات والإكسسوارات، تدوير المجلات. والله نعرف على جمعيتنا أول شيء، والسيدات اللي بيشتغلوا بيصير يعني لهم سمعة، بيصيروا يعني يبعثوا لهم الطلبيات بدنا مثلا تشتغلون كذا، اللي بيعجبهم يعني بيشتغلوا يعني بيدر عليهم دخل. نحن طبعا مشاركتنا بالبازار بأعمال يدوية، بشغل القش، بشغل السكملات، طاولات، مشاركين بعدة أعمال. طبعا نحن حابين يعني حبينا المشاركة تبعنا منه تعارف وتبادل أعمال بيننا وبين الجمعيات المشاركة معنا هون، ونحن منقدم خدمات للمجتمع، منعلم برضو عنا تدريب بالجمعية، مندرب الأيدي الأسر الفقيرة. يساعد هذا النوع من المعارض على نشر ثقافة الإنتاج والاعتماد على الذات، وتقديم الجمعيات الخيرية على أنها مؤسسات قادرة على الإنتاج. يذكر أن فعاليات المعرض تستمر لمدة 3 أيام. أيمن الحمود، رؤيا.